الفكرة الأساسية طبعا إن هو حاجة إقامة مهرجان زي ده للتجارة الإلكترونية غير قانوني، تمام، نتيجة إن إحنا عندنا قانون كده هو بجانب الاتفاقية الإطارية اللي حضرتك قلت عليها، تمام يا فندم. منع الدعاية والرعاية والإعلان ممنوعين في مصر بحكم القانون، ها؟ فإزاي صدر قرار أو تصريح للمهرجان دهوت بعمل؟ يعني أنا مستغربة جدا. وبعدين غير كده وغير كده هو ليه في حديقة، والحديقة عامة، والجزء المخصص للأطفال اللي هم كمان اللي فيه حق الرؤية للأطفال والوالدين المنتظرين. أيوة يا فندم، أيوة في المكان ده أيوة بيوصل تقريبا 1700 شخص موجودين في المكان ده في ده الوقت حضرتك. اللي معمول فيه المهرجان، فإزاي ما حاجة هو باين يا زي فندم، ده حضرتك اثرتي نقطه في منتهى الاهميه. انا عندي اطفال في خلافات زوجيه بين الاب والام، دي لوحديها مشكله كبيره، والدوله بتتحرك فيها والقوانين، فالولاد يعني بتبقى ما بين الاب والام اللي بيتنازعوا، الولاد بتضيع تربويا. انا بقى المكان اللي هم مفروض يقابلوا فيه ابوهم او يشوفهم فيه في حق الرؤيه، انا بعمل لهم فيه بقى، بزود عفوا يعني في اللفظ، بزيد الطينه بله، يعني بعمل مهرجان طبعا. للسجائر الالكترونيه. ده فدي طبعا كارثه كارثه. ده غير كمان ان انا بضر المواطن، بضر العيله نفسها او الاسره نفسها، بضر المجتمع كله بحاجه زي كده. فده ما ينفعش ان انا ابقى رقيبه او في مجلس تشريعي ورقابي اوافق على حاجه حتى زي دي، لازم امنعها. والقانون لازم يا فندم بيجرم السجاير العاديه، ما بال حضرتك بالسجاير الالكترونيه؟ هل بتعامل نفس معامله السجاير العاديه قانونا؟ كلها كله مكتوب عليه ممنوع التدخين، ممنوع وضار بالصحه، كله مكتوب عليه، حتى الشيشه، الدخان بتاع الشيشه كمان مكتوب عليه كده. تمام يا فندم. كل الحاجات دي مكتوب عليها لانها اصلا ممنوعه، احنا ماضيين على اتفاقيه كده. يستحيل ان انا اقدر اتراجع وان انا ما اطبقش القانون في حاجه زي دي. طيب يا فندم، هو المهرجان ده ان انت عندك الزيوت المستخدمه في البيت ده هو، انت الاماكن الزيوت دي فين؟ ده منظرها اصلا غير معلوم، في وزير الصناعه. ايوه. هي ديت اصلا هي صالحه للاستهلاك الادمي اصلا ولا لا؟ دي كارثه ثانيه، دي قضيه ثانيه يا فندم. الشباب دلوقتي هم اللي بيستعملوا الزيوت وبيستعملوا الحاجات الثانيه، السجائر الالكترونيه كلها. سيادة النائبة، خليني أسأل حضرتك سؤال، هل بالفعل تم أكتر من مرة عمل المهرجان في نفس المكان؟ طيب المهرجان ده بيتعمل أيام إيه أو بيبتدي أيام إيه طالما هو مهرجان شهري؟ يعني أنا مش عارفة بالظبط. يعني عشان يعني فعلا الموضوع محتاج تحرك عاجل ومن كل الجهات اللي حضرتك قلتيها، لأن يعني إحنا كده يعني اللي بنبنيه باليمين مش بنهده، ده إحنا بنهده وبندفنه وبنردم عليه. الشباب والرياضه، احنا عندنا واضح ان ده كان السنه اللي فاتت كمان. المجتمع بتاعنا 60% منه شباب واطفال. فين؟ ده احنا كده بندمر شبابنا. طبعا. بندمر صحتهم. هو يعني برضه يا فندم فين جهاز المستهلك، حمايه المستهلك، وصندوق مكافحه الادمان؟ مين صرح للناس دي؟ ومجلس الطفوف. ومين صرح لهم يروحوا في حديقه الطفل يعملوا الكلام ده؟ مين اللي صرح؟ ما هو مين يعني، واذا كانت فاتت يعني احنا عارفين في اكتر من مسؤول، اذا كانت فاتت على مسؤول فهي فاتت على التاني. ده احنا بنتكلم يا جماعه يعني في حاجات منطقيه، في حاجات لوجيك جدا، في بدائيات. يعني انا مستغربه جدا لان دي حديقه عامه، وحديقه يعني المفروض ان هي للجميع، فلما يتعمل حاجه زي دي يعني ده بموافقه الدوله. احنا محتاجين يا فندم، احنا محتاجين رد رسمي من معالي محافظ القاهرة على هذا الموضوع، واللي سمح للناس دي لازم يكون في وقفة، ووقفة شديدة حتى لا يتكرر هذا الامر، وحتى يكون في ردع قوي. احنا بنتكلم على حاجة كارثة. طبعا. عشان كده هو انا يعني وجهت سؤالي ده لرئيس الوزراء بس، لان انا بصراحه اداء الوزراء مش مريحني الفتره اللي فاتت دي كلها.